لقاء تجميلي بامتياز وصور تجميليه شفنا منها مقتطفات ورح نشوف بعد اكثر صور ومقتطفات كمان دكتور أنيس مراد اهلا وسهلا فيك مرسي اهلا فيك مثل دائما دائما بنكون سعيدين باللقاءات معك خبرنا اكثر عن هالايفنت الغير شكل اللي حضرتك كنت مشارك فيه بلجنه التحكيم هذا آه الايفنت مس يونيفرس توريزم 2023 طبعا مش اول مره بيتنظم ببيروت وتنظيم من قبل ستايلز ايفنت استاذ ايلي نحاس اللي منوجه له تحيه، الايفنت كان نظم بشكل كثير حلو، الصبايا كان عندنا بعتقد 27 او 28 صبيه من مختلف دول العالم وانا كنت عضو بلجنه التحكيم بالجوري ممبر وعملوا فيزت لعنا على الكلينيك ونهار الايفنت صار يوم 15 سبتمبر وكان ناجح واللي تواجد من البرازيل. نعم. شو بيعني لالك كطبيب اختصاصي وبيكي خلينا نقول احنا صار عنا خبرة معك بالبرنامج على مدى اللقاءات اللي بنشوفك فيها دكتور انك تكون انت بهيد البوزيشن وكيف بتشوف الجمال اللي بدون تجميل كطبيب تجميل اوكي هلا المشاركة بحد ذاتها هي تجربة اكسبيرينس كتير حلوة نكون عم نتعرف على صبايا من مختلف الدول كالتشرز جديده نتعرف على ناس كانوا معنا بلجنه التحكيم وجه تحيه كمان تشرفنا بمعرفتهم الجمال طبعا انا بقول انه الجمال الطبيعي كل حدا عنده جمال الخاص حتى لو بدنا شويه تظبيطات تعديلات الزهورية. تعديلات بسيطه بس مثل ما كل مره بذكر ما بحب انه غير الايدنتيتي ما بحب اغير هويه الشخص يعني خلي الصبية أو الست المدام ضل محافظة على هويتها بتشبه حالة فالمشاركات كان معظمهم حافظين على جمالهم الطبيعي وهذا الشيء كان عامل أساسي طبعا بالنسبة لي أنا على الصعيد الشخصي كيف كنت عم بعطي ماي فوتس أوكي وبرأيك ولا زمن الجمال الطبيعي كليا يعني هلأ بعرف اليوم البوتوكس والفيلرز أه، مثل ما كنا قبل نقول لي هيدي بتدلع حتى ميك اب طال صحه على ميك اب ليك البنت مثلا بدلع على طبيعتها هلا صرنا نقول هيك انه انه بنستغرب حتى الاشخاص بفتره من الفترات درج الاوفر بكل شيء هلا عم يرجع الترند اكثر على الناتشرال يعني الناس رجعت عم تتقبل وعم يعني تحب فكره يكون عندي الريزلت بشكل طبيعي ان كان بالشفاف او بالخدود او بالبوتوكس انه ما يكون اوفر يعني بلاطه مثلا مثل ما بيقولوا الجبين ما عم يتحرك او اتليست انا عم بكون عندي القدره اني اتوصل اني اقنعهم بالعياده عندي للبيشنتس انه كل شيء طبيعي احلى طيب بس لما نوصل لمطرح ينحكى مع الاشخاص اللي مش عاملين انه ليه تركي حالك هيك حس انه عم نسلمها هيك يعني بمكان ما صح صرنا انه اذا نشوف حدا وجهه تعبان في كثير تجاعيد عم تحفر التجاعيد بوجهه او او في عندي قاشة الوجه في ضعف في مكان ما البشره تعبانه صرنا نسمع الكومنتس من العالم للاشخاص انه روحوا اهتموا بحالكم او ضبطوا شوي بالفيس لانه بالنهايه الوجه هو مرايه بتنعكس على كل شيء وبرجع كمان بشدد انه العامل النفسي او ال... نحن من جوا كيف هو شيء اساسي اكثر من الشكل الخارجي بس هن مرتبطين ببعض يعني مرتبطين كتير جدا ونعرف حالنا ودائما بنقولها معك بي... دكتور مراد انه قد إحنا نحن لما نكون بدنا صبغه يعني أي. طالع شو بيقولوا طالع الشعر في شعره شيء لا انه <applause> في جملة هيك كتير بقلوها يعني منقولها نحنا كمان يعني نحنا طلع الشاب وكتر إنه صار بدنا صبغة ونصبغ منحس حالنا نحنا مرتاحين نفسيا صح. أكتر ابتسامتنا بتصير غير يعني لأنه كمان لما نكون في مثلا عم نظبط شيء بتسمعي كومبلمنتس اطراءات من الناس اللي حواليك هذا الشيء بيولد عندك من جوا احساس حلو كمان فهذا الشيء رح يساعدك تكوني مبسوطه اكثر طيب منشوف كتير وانا هالنقطة النقطة دائما بحب هيك اطرحها مع اطباء التجميل والاختصاصيين بعالم التجميل عم نشوف اشياء كثير نافرة للاسف على السوشيال ميديا صح آه ناس بصير عندهم ادمان على عملية التجميل هالشيء يمكن ما بيدقرنا كثير او ما بيأثر علينا كثير آه ببعض من الاوقات لما يكونوا الاشخاص منهم معروفين ولكن اليوم عم نشوف فنانين بنحبهم آه ربينا على مسلسلاتهم او بنحضر اعمالهم من نحن وصغار، فنانين بغنوا بنعرف اغانيهم من نحن وصغار، صرنا ما عم نعرفهم للاسف، يعني شخص مش معروف عم بيروح على هذا الشيء، عم بصير عنده ادمان، عم بيروح على الاوفر على البشع خليني اقول، يمكن ما باثر فينا قد ما فنان ما بنعود آه. بنعرفه وصرنا عن جد منقول هي صارت بتشبه هاي اكيد عم, عم تروح عن نفس الحكيم عن بعض exactly. وبنفس الوقت انا دائما بقول مش عيب نكبر لازم نكبر لازم يكون في عندي آه جيل ورا جيل ورا جيل بس يكون هيدا التقدم بالسن بترتيب بي بطريقة ناعمة ما يكون في عندي شيء أوفر مثل أنه تجعيد أثرت على الوجه وحفرت أو, أو تغيرات السن اللي أوردي حكينا عنها قبل نعم عم نشوف هون الصور بنرجع للحفل يلي صار وحضرتك كنت مشارك فيه هون مع الوصيفة الثانية يلي كانت من تركيا أوكي كنت انا عم لبنان حقق وكانت أه وكنت بال بالفاينل بالفاينل دائما اصلا الجمال اللبناني بدون تجميل وبلا تجميل متميز صح. عن جد عن صورة هذه صوره اخر الحفله سيلفيز مع الملكات والصبايا بتزهق من الجمال هلا هيك عم فكر انه يمكن قد ما بيقطع عليك كثير ما بقعد بيعني لك هالقد ايه هلا انا بحب دائما اشوف الجمال بكل شيء بال بالاشخاص خارجا ومن داخلهم طبعا واي منظر حلو اي شيء طبيعي اي شيء حلو بيلفت بحب شوفه فلا ما بينزهق من الجمال اكيد ما بينزهق من الجمال بالعكس وخصوصا الجمال اللبناني دكتور مرات حضرتك معروف انه بتآمن وبتدلك مصر انه ايمانك بالناتشرال بيوتي يكون عم ببين على المرضى اللي بيجوا لعندك بتجرب قد ما فيك انك تكون عم تفرض عليهم او توصلوا لكمبرومي معين معي. ما يكونوا <applause> اي ما يكونوا اوفر بمطرح من المطارح ولكن هل مرات بيجي لعندك كيسز بدهم وجه فنانه معينه وبتقبل ماشي مره قبلين مثلا تعمل وجه ما بدي فيه انا بالنسبه لي بعتبر كل حدا عنده وجه فورم لازم نمشي على هيدا الوجه شو بيلبق له يعني انا اذا بدي اطلع مثلا اعطي مثل صغير تكون مثلا شايفه انه هي لازم تكبر الشفاف بينما يعني انا شايف انه عندها مشكله بالدقن راجع لورا فانا اذا بكبر لها الشفاف حينفروا الشفاف لقدام والدقن راجع اكثر لورا هون رح يصير عندي امبالانس هي رح تكون مبسوطه انه بس بالشفاف بس انا من نظرتي عم شوف انه في عندي تفاوت بالنسب الجماليه بالوجه اللي هي مثلا النوز اللبس والتشين انا انتم بتكونوا دارسين الاناتومي يعني بشرح لهم فرجيهم انه لازم نعمل الدقن مثلا قبل بعدين بنروح على الشفاف وبيمشي الحال بيقتنعوا ومن بعدها بسمع المسجز يلي يعني اخر مره كان في عندي صبيه مهضومه كثير كانت جاي بدها تعمل شيء معين انا انا تعمل مطرح ثاني فبعثت لي فويس نوت بتقول صرت عم بتصور ما بقى عم عيد الصور شو لانه ما كنت عارفه قبل مم. شو اللي زعجني بوجهي وهلا صرت عم خلص صار الشيء اللي كان ناقص يعني فيك تقولي انه زبط وهي صارت ساتسفايد رح نشوف سوا كمان مقتطف دكتور مراد نرجع نتابع حديثنا معك دكتور مرات في عمر معين كنا قبل نسمع انه المراه قبل الأربعين مش لازم تتوجه عند حكيم التجميل لانه وجهها بكون بعده يعني طبيا ما خسر من الكولاجين من الاسيد أسد. <applause> هيلورونيك اسيد هيلورونيك هيدي ما بحياتي رح اعرف احفظها لو قد ما درست أو قد ما عدت ولكن هلا صرنا نسمع مرات انه لا لازم تعملي بريفنتيف هو آه بالطب بشكل <applause> عام وإنكلودينج التجميل كل حدا بيختلف الجسم طبيعته عن الشخص الثاني، يعني في ناس بيبين عليهم عوامل الشيخوخه والسمبتومز قبل غيرهم م او جينيتيكلي يعني طبيعه اجسام، في ناس بتلاقيهم صاروا بال بالفيفتيز وما بينت التجاعيد، في ناس بالثلاثين 30 بلشت تبين، فنحن ما فينا نقول انه علي الأربعين ال40 فيكس لهيدي او لهيدي لانه حسب الوجه شو بيحتاج، حسب اللايف ستايل آه كيف عم نمارس حياتنا نحن اليوميه طبيعه الاكل اذا عم ناكل اكل صحي او اكل مش صحي اذا في تدخين اذا في تعرض للشمس من دون سان سكرين كل هيدي العوامل بتاثر كيف انا بصير عندي الايجينج <applause> <applause> بروسس كرمال هيك اتس كيس ديبندنت يعني كل شخص لما تبلش تحس انه وجه تعب صارت التجاعيد عم تحفر كتير او الوجه هابط او في عندي خساره للدهون بسبب خساره وزن مثلا او تعرضنا لظروف معينه اثرت على الوجه بشكل عام فهون منلجا انه نبلش نشتغل بالامور الاساسيه طيب دكتور مراد في يعني بنسمع كتير صيني ايطالي اوروبي امريكي كمان بتختلف من جسم لجسم اي بضاين اكثر نحن بنعرف أنتوا بتقولوا كل سنه الفيلر وكل ست شهور البوتوكس هو اجمالا البوتوكس يعني عم بيضاين تقريبا بحدود الخمس اشهر اوكي هلا في ثيوريز او عم نسمع صرنا انه من بعد الكوفيد والفاكسينز صار عم بيضاين اقل ما في انا اجزم بهذا الموضوع في عندي ناس عن جد عم بضاين في ناس عم بضاين اقل من غيرهم شوي حسب الاجسام انا هي طبيعه اجسام الفيلرز بضاين لحد سنه سنه وشوي وفي دراسات بتلاقي انه تريسز اثار للهايلورونيك اسيد بعدها موجودة حتى بعد هيدا مرور السنة ونص حتى هذا الشيء ما شيء مضر لأنه الهالورونيك أسد بيساعدني لنحسن نوعية البشرة بمكان ما لأنه هو مكون أساسي بوجنا وبنفقده نحن مع التقدم بالسن هلا بالنسبة للأنواع في قد ما بديك أنواع من كل دول العالم هلا أنا بحرص على العيادة عندي أنه ما نجيب إلا الهاي كواليتي الاشياء اللي مرخصه اف دي اي او سي اي ومباشره معتار. من الشركه طبعا هذا اهم أكيد. شغله اكيد يعني انا قصه انه الناس بيقولوا لي انه جبنا معنا من برا لتساكننا ببلد معين لقينا بسعر منيح انا ما بآمن بهيدا الشيء وحتى بلبنان لا ما بجيب <applause> ايه بالضبط حتى بلبنان ما بجيب الا من الشركه ومعظم الشركات اللي انا بشتغل معهم انا اوريدي عامل معهم ورك شوبس وطالع حتى على اللابوراتوار تبعهم ان كان بايطاليا ان كان بجرماني هلا قريبا في عنا فيزت سو بفضل كون انا شايف ومأكد من السورس اللي عم استخدم اللي بضاعة عندي لحتى أكون عم بعطي البيشنت حقهم لأنه بالنهاية في ثقة عم بيعطونا إياها لازم يكون قدها وبنفس الوقت الريزلتس تكون مرضية لإلهم ولإلي لأنه أنا بكون كتير مبسوط بالنتائج إذا هن مبسوطين واللي بزور عيادتك دكتور مراد ما في ما يكون ساتسفايد وراضي وشكرا كثير لحضورك شكرا كثير دائما وبالمزيد كمان من التوفيق بكل الايفنتس اللي بتشارك فيها بتبيض لنا وجهنا عن جلسة طبيب اللي. منشوف حالنا فيه بمصداقيته بشفافيته اهلا وسهلا فيك فيكم. كثير، ثانك كثير. فاصل قصير مشاهدينا رح يطلوا من بعده عليكم زملائنا باسم الاخبار لهون مشوارنا ببرنامج يوم جديد بكون خلص ووصل لنهايته بلانش وانا منودعكم وبكره يوم جديد بتمام الساعه 8:30